بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوري العظيم، فلتتحطم كافة المؤامرات أمام صخرة وحدتكم. أنا الرائد هيثم خالد دخليف من مرتبات الفرقة السابعة، أعلن عن انشقاقي عن الجيش العربي السوري لما ارتكبه من مجازر بحق هذا الشعب الأبي، وخلافا لما شاع بين الضباط المنشقين عن تشكيل كتائب عسكرية بهدف حماية المتظاهرين السلميين من بطش النظام، ولكل ما رأيناه من تأخر المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي من اتخاذ قرارات لمناصرة الشعب السوري الثائر، ووقوف هذه المنظمات حجر عثر أمام تسليح المعارضة من أجل الدفاع عن نفسها وللخلاص من هذا الظلم والطغيان، نقول لكم هناك قوتان لا تقهران، قوة الله وقوة الشعب. فإرادة الإنسان وتصميمه يصنعان المعجزات، فنجاح ثورتنا هي بوحدتنا. فمن هنا أعلن عن تشكيل حزب التحرير، حزب الشعب، بهدف الخلاص من الظلم والعبودية وتعزيزا لمبدأ الكرامة الإنسانية، حيث يتألف من المكتب السياسي والجناح العسكري. فأقول لك أيها الشعب، لن نطلب الترخيص لهذا الحزب من هذا النظام لأنه فاقد للشرعية، بل نطلب الترخيص من أطفال درعا، من نساء ورجال بابا عمر، من عشاق قاشوش حما ومن حرائر بانياس، لنبرهن للعالم بأننا لسنا عصابات مسلحة كما يدعي النظام وكما يفعل لتشويه مبادئ ثورتنا، ولسنا بطلاب حاجة، نحن طلاب حرية وكرامة إنسانية. ولذلك نطلب الآتي من الشعب السوري العظيم: دعم مرشحينا لمجلس الشعب، وهم والدة حمزة الخطيب ووالد قاشوش حما وحرائر بانياس، جمع أكبر عدد من التواقيع لمن يؤيدون الخلاص من هذا النظام، ليصار إلى رفعها إلى منظمة الأمم المتحدة للأقرار بوجودنا كمعارضة موحدة في الداخل هدفها إسقاط هذا النظام. نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتأمين الحماية لهذا الشعب. نطالب الأمم المتحدة بإيجاد الآليات السريعة لنصرة ثورتنا ونيل حريتنا. عاشت سوريا حرة أبية.